اهلا بكم، برحب بكم حلقه جديده النهارده وفيديو جديد عن سلسله حلقات توقعات ونصائح وتحذيرات الابراج لعام 2021. النهارده خلاص ما حدش فاضل لنا غير برجين، الحمد لله قربت اخلص. الموضوع مجهد جدا يعني عشان بياخد مني وقت بصراحه في التحذير. فالنهارده هنتكلم عن برج السرطان المائي، عشان الناس بتاعت برج السرطان كانوا زعلانين مني جدا، وانا ما اقدرش ازعل برج السرطان. انا عندي best friends كتير قوي قوي برج السرطان، هم كانوا مستنيين القراءة دي مني فبعتذر يعني سوري. طيب برج السرطان المائي، عام 2020 كان عام صعب، كان سنة مليانة تحديات، مليانة ضغوطات، مليانة اضطرابات، مليانة تحديات نفسية وعصبية وعاطفية ومادية وصحية كمان. يعني برج السرطان عدى عليه خبطات كتيرة جدا جدا في 2020، ما كانتش احسن سنة اطلاقا، بالعكس كنت عملت اخد بوكس من هنا وشلوت من هنا وعملت تقطع. يا برج السرطان عارفين اقول هنا انا بتقطع من جوايا، هو برج السرطان بصراحة كان بيتقطع من جواه في عام 2020. فعايزة اقولك ان ان شاء الله سنة 2021 هتبدأ تفوق بقى، سنة تغييرات ايجابية، سنة تحقيق امنية غالية جدا جدا على قلبك. علشان كده ركزوا يا سرطان، ايه الامنية الغالية اللي انت نفسك تحققها، لان انت ان شاء الله بإذن الله هتستطيع تحقيق امنية مهمة جدا. عندك نهاية لحاجة مش لطيفة، ممكن تكون نهاية علاقة، نهاية شغل، نهاية قصة حب، نهاية مشروع، نهاية شغل وبداية جديدة. ففي 2021 عندك نهاية مش مستحبة او نهاية مش حلوة، وعندك بداية لحاجة جديدة بوزيتيف جدا جدا وحلوة قوي قوي. هتتخلص من اشخاص ما لهمش لازمة في حياتك. في سؤال يا جماعة انا بتسأله كتير قوي قوي، عشان العذراء السرطان، بس في حد سألني عن العذراء، السرطان سنسيتيف جدا وابراج حساسة وابراج رومانسية، فتسأل هل برج السرطان عنده عودة للماضي؟ لان برج السرطان مش من الابراج اللي بتعرف تنسى الماضي بسهولة، يعني السرطان مش سهل ينسى الماضي. عايز اقول لك هتنسى علاقة كانت مؤثرة عليك جدا جدا في الماضي يا برج السرطان، وخلاص يعني هترمي الماضي وهتنسى قصة حب قديمة وهتبتدي بداية جديدة في الحب. فعشان كده الناس اللي بتسألني المنفصلين هل في رجوع، لا انا مش شايفة في رجوع للناس المنفصلة في عام 2021 لشخص قديم، بالعكس انا شايفة ان في شخص جديد هيحل محل الشخص القديم وهيمحيه بالاستيكة. يا جماعة لا عمر بقى، الحلو التاني ان انت عندك تألق، عندك نوع من انواع الشهرة، ليك حظ من الشهرة. لو انت بتشتغل في شغلانة او بتشتغل في حاجة او يعني بتتمنى شهرة، جايلك شهرة كبيرة يا برج السرطان، فانت شخص من الاشخاص المحظوظة واللي عندك شهرة في عام 2021. الشهرة دي ممكن تكون في عملك، ممكن تكون في حياتك، في عيلتك، بس عندك شهرة واسمك هيبدأ يلمع. وسبيشالي الناس اللي بتشتغل في بيزنس، او مثلا عندكوا برايفت بيزنس، عندكوا برودكتس، عندكوا انا شايفة ان في تغييرات خلاصي، تغييرات إيجابية كتير قوي قوي في حياتكم يا سرطانيين، والتغييرات دي للأفضل. يعني انت عمال تتحسن، ممكن تحصلك تحديات بس انا هطلب منكم شوية طلبات. اول حاجة بلاش عند، بلاش مجاسفة، بلاش تاخد قرارات مش مدروسة بليز، بلاش تتهور. هو اصلا برج السرطان مش من الابراج اللي بتتهور، بس بلاش مجاسفة وبلاش ان انت يعني اي خطوة هتاخدها ادرسها كويس في عام 2021. حتى في شخصيتك يبقى عندك تغييرات كتيرة جدا، يعني شخصيتك تحس انها تغيرت. ممكن تحصل لك خبطة قوية، مثلا تفقد احد الاصدقاء او يرحل عن حياتك احد الاصدقاء، اللي هتكون سبب في تغييرات كتير جدا جدا في شخصيتك. يعني عندك نقلة نوعية في حياتك، نقلة كبيرة، نقلة قوية في حياتك على فكرة، ونقلة جذرية كمان. الخبر الحلو برضو ان انت عندكم رزق كويس جدا جدا، يعني الناس اللي عندهم دائقة مالية، وخاصة انا متأكدة وده سؤال للحلقة، ان التلات ارباع الناس البرج السرطان عدوا 2020 عندهم دائقة قوية جدا جدا في المال او فاينانشلي في الفلوس يعني. فعندكم رزق كويس، جاي لكم باب رزق هيتفتح. ده غير ان ممكن تشتغل اكتر من شغلانة يا برج السرطان، يعني ممكن تشتغل تلات شغلانات مع بعض او شغلانتين مع بعض، هتبقى مشغول طول الوقت، عندك بزنس، عندك حاجات كتيرة شغالة. ممكن ده انا عارفة ان في ناس في 2020 فقدوا شغلهم، لا هتشتغل، يعني الناس اللي بتدور على شغل جاي لكم شغل جديد، جاي لكم كمان اكتر من فرصة عمل، يعني ممكن تشتغل اكتر من شغلانة في نفس الوقت، وهتبقى عندك كذا باب رزق. هتجيلك فلوس من بره من الخارج، يعني ممكن تشتغل شغلانه
بتقبض بيها من عمله اجنبيه، ممكن تكون دولار يورو، وبتجيلك من دوله اجنبيه، ممكن تكون حاجه ليها علاقه بالسوشيال ميديا على فكره، او ليها علاقه بشغل بتعمله مع دوله اجنبيه، هيجيلك الفند او الفلوس هتجيلك عن طريق مثلا تحويلات بنكيه، بس هتجيلك بعمله اجنبيه، وده مصدر رزق كويس جدا جدا. هتتنقل من بيت لبيت، عندك نقله في البيت يا برج السرطان، هتنقل بيتك او هتنقل عملك من عمل لعمل، او من مدينه لمدينه، او من بلد لبلد، او من قريه لقريه، فاهمين يعني؟ عندكم نقله، في نقله هتحصل، اعتقد ان انتوا هتتنقلوا في البيت، او في نقله قويه، ممكن تسافروا بلد اجنبيه، عندكم سفر. السرطان عنده حظ من السفر في العام الجديد، عندكم دراسه جديده، ممكن تبداوا تتدربوا على دراسه جديده، تشتغلوا يعني في مثلا حرفه عايز تتعلمها جديده، هتاخد كورس فيها، هتبتدي تتعلم حاجه جديده علشان تتقنها، فعندكم يا اما تدريب على حاجه جديده، يا اما مثلا هتتعلم مهاره جديده، يا اما هتدرس دراسه جديده، ففي حاجه ليها علاقه بالتطوير الذاتي بتاعك، يا اما هتتعلم حاجه جديده، يا اما تديفلوب نفسك في تغيير في حاجه ليها علاقه بالعمل، يعني حاجه انت ممكن تكون عايز حاجه ليها علاقه بالعمل، فهتعمل حاجه جديده في التمرين. طيب تعالوا بقى نتكلم عن برج السرطان والحب. قلت الناس المنفصلين اهو، عشان ده اكتر سؤال بتتساله تقريبا لبرج السرطان، عشان السرطان من الابراج اللي بيفضلوا مرتبطين قوي بالماضي، يعني السرطان مش من الابراج اللي سهل تنسى الماضي، او سهل ينسى حبيبه القديم. فانا بقول المنفصلين انا شايفه بنسبه كبيره، طبعا انا ما اقدرش اجزم حاجه زي كده، بس الناس المنفصله جاي لكم حب جديد، جاي لكم علاقه حب جديده، بالعكس علاقات، انت هتتعرف على ناس جديده، بس طبعا في خلال السنه، يعني عندك كذا علاقه حب يا برج السرطان، يعني ممكن تتعرف وتسيب وتتعرف وتسيب، بس يعني كذا علاقه حب، هو عامل حب، عندك حب، عندك علاقات فيها شغف، فيها حراره، فيها حب تملك، فيها غيره، يعني الشخص اللي انت ترتبط بيها تبقى غيران عليك جدا، هيبقى عندك حب تملك، يعني حاسه ان هيبقى فيه غيره، يعني انت تبقى غيران وعندك حب تملك للبارتنر بتاعك قوي. يعني عندك تجدد في طاقه الحب في عام 2021. اما بقى الناس العزاب، عندكم قصه حب جديده هتبتدي، وقصه حب فيها شغف، فيها باشن، فيها حب كده، فيها غيره، فيها غيره قويه كمان، وحب تملك. ممكن شريك حياتك القديم يبدا يحاول يرجع لك، بس انت هتتجاهله، يعني انت مش هتوافق على الرجوع لشريك حياتك القديم. الناس العزاب جاي لكم قصه حب جديده، ممكن تتعرف على حد عن طريق على فكره السوشيال ميديا، يعني ممكن تكون علاقه عن طريق السوشيال ميديا، او عن طريق العمل، او عن طريق صديق مشترك، دولت اللي هم العزاب يا جماعه. اوكي معلش يا جماعة النت بيفصل شوية، وده لايف. علاقاتك الاجتماعية هتزدهر، هتكون صداقات جديدة، هيبقى عام من التحرر، هتتحرر من العزلة بتاعتك، هتتحرر من الغلاق بتاعك، هتعرف يبقى عندك معارف ناس جديدة جدا، كأنك انت هتنتشر يا برج السرطان، هتعرف ناس جديدة في محيطك وفي محيط الآخر، فشايفة هو عام التحرر، عندك تحررات كتيرة جدا جدا. شايفاك هتكون اول حتى السنه وانت ممكن تدخل في علاقه عاطفيه، يعني من اول شهر واحد او اتنين او تلاته تدخل في علاقه عاطفيه، عندك رومانسيات، وهتبقى رومانسي جدا، وعندك مواعيد غراميه ومواعيد حب ولقاءات حب كتيره يا برج السرطان. طيب مين الابراج اللي ممكن ترتبط بيها؟ شايفه برج الثور على فكره، برج ميزان، شايفه برج كمان حوت، ممكن حوت برضو، لا جدي، لا في حد يسألني في برج جدي وسرطان، لا اوكي. ممكن برضو بأبراج من ناريها زي حوت او ميزان او جوزاء، دي الابراج اللي ممكن تنجذب ليهم، او ممكن على فكرة عذراء برضو، عندك عذراء، بس سرطان لا، عشان في كذا حد سألني على السرطان. ممكن تبدأ تفكر في الارتباط الرسمي في نهاية العام، بس أنا مش شايفة، مش عارفة، ممكن يبقى عندك علاقات أو تبدأ ترسم علاقات، بس أنا مش شايفة احتمال كبير. ممكن في ناس تتجوز، بس مش شايفة جواز لسرطان في عام 2021، يعني ممكن في نهاية العام، ممكن في شريك، لأن أنا شايفة أن أنت ممكن ترتبط وتنفصل، ترتبط يعني في، يعني هتعرف على ناس كتير او في علاقات كتيره، بس هيبدا العلاقه المستقره في نهايه العام،
وهتبدا ازاي ان شريك حياتك هيبدا يهددك ان هو ممكن يسيبك وعايز يسيبك، فهديك مهله ان انت ترتبط بيه رسميا. فساعتها ممكن انت تفكر ان انت تخلي العلاقه دي ترسمها وتبقى علاقه فورمالي او علاقه رسميه. يا برج السرطان، الحب هيزدهر عندك في بدايه السنه، يعني اكتر شهر جانيوري وفبروري ومارش هيبقى عندك حب، عندك طاقه حب، عندك عايز تحب وتتحب وتعيش قصه حب. انت داخل السنه وفي عندك شراهه اصلا. جاذبيتك هتزيد يا برج السرطان في عام 2021. شايفاكوا بتهتموا بلياقتكوا البدنيه، بتهتموا بجسمكوا، بتهتموا بشكلكوا، فشايفاك هتبقى اتراكتيف اكتر، بتهتم بالستايل بتاعك، بتغير شكلك، بتغير ستايلك، بتغير طريقتك. ممكن تشتري عربيه جديده، او ممكن اوريدي سرطان يكونوا اشتروا عربيه جديده في نهايه العام، بس عندك حاجه جديده هتشتريها نفسك فيها. زي ما قلت عندكم امنيه هتتحقق. طب من التحذيرات اللي عايزه احذر منها برج السرطان، عندي شويه حاجات. اول حاجه صحتك يا برج السرطان، ان ممكن صحتك تحصل فيها شويه اضطرابات في خلال العام، تتطلب منك زياره الطبيب، يعني ممكن تروح تزور وتعمل اشعاعات وتحاليل، او ممكن تعمل عمليه صغيره، او ممكن يعني تداوي احد الاقرباء ليك، الناس المقربين اليك. بس انا شايفه ان انت هتكون في صحه جيده وصحتك هتتحسن، فمفيش يعني صحتك هتكون كويسه وما فيهاش مشاكل. حتى لو حصلت لك اي وعكه فانت هتقوم منها ومفيش اي مشاكل. برج السرطان انا شايفه في نجاحات في العمل، في تفوق، في تغيير عمل. وعلى فكره احوالك هتفضل تتحسن، يعني انا شايفه ان شهر نوفمبر وديسمبر عندك تقدم فيهم، يعني نوفمبر وديسمبر في نهايه العام، فانت هتستقبل 2022 بقوه. يعني انت دايما بتزدهر في نهايه العام، ف 22 2022 كمان بتوعدك بسنه حافله، فاستعد لها كويس. اشتغل على نفسك يا برج السرطان، هتقدر تحقق كل حاجه انت نفسك فيها لما تجتهد وتشتغل وتعمل اللي عليك، وتحاول ان انت على قد ما تقدر تبقى بتدير. بس حاول ان انت ما تاخدش اي قرارات مصيريه في شهر نوفمبر، لان ممكن يبقى عندك دروب في شهر نوفمبر. خلي اي قرارات مصيريه، ابتعد عن اخذ اي قرارات في شهر نوفمبر. انا شايفه ان عندك فرص جديده، عندك انتصارات، عندك بدايات، عندك حتى حالتك الروحانيه هتتحسن. شايفه ان روحانيتك هتزيد، هتقدر يعني انتوا هتعملوا مديتيشن، تعلموا او هتقوي اللي هو قوة التخاطر بتاعتك واللو اوف اتراكشن، هتبقى بتعمل قانون جذب كتير. وانت اصلا روحانيات برج السرطان قوية جدا، هو عنده حاسة سادسة، فانت اشتغل على الحتة دي يا برج السرطان. بس انا شايفة ان حتى لو في ضغوطات او تحديات في خلال او مضايقات في خلال العام، انت هتقدر ان انت تتغلب عليها. افتح قلبك للفرص الجديدة، افتح قلبك للحب، افتح قلبك للعمل، بخليك متفائل، خليك انطلق يا برج السرطان. هذا هو عام نجاحك، جالك ارباح مادية، شايف عندك تحقيق احلام، عندك عروض هتشبع غرورك. بس ممكن الدنيا برضو تبوظ، يعني احترس من 3 شهور، شهر فبراير وشهر سبتمبر واكتوبر، يعني ممكن يحصل شوية تقلبات، بس سواء صحية او عملية او عاطفية، بس انت قدها وقدود يا سرطان. شكرا، يا رب القراءة تكون عجبتكم. انا بجد مبسوطة قوي برج السرطان، عشان انا عندي ناس قريبة مني جدا من برج السرطان، وانا عارفة قد ايه ان عام 2020 كان عام صعب عليهم. يمكن انا حضرت مواقف صعبة كتيرة لاصحابي من برج السرطان، وضغوطات كتير جدا جدا، يمكن هم بدأوا يقفوا على رجليهم في نهاية العام. علشان كده انا مبسوطة علشانكم قوي يا برج السرطان، لان انتوا ناس طيبة وجدعة جدا، وناس فعلا تتحب. معروف عنكم ان ستات او رجال برج السرطان من اجدع الابراج يا جماعه، واطيب الناس، بس بطلوا دراما شويه. شكرا، قولوا لي فعلا هل العام 2020 كان عام صعب عليكم وخرجتوا منه مديونين، وخرجتوا منه عندكم وعكات صحيه ومشاكل كتير جدا عائليه ونفسيه، ولا لا؟ ثانك يو، بحبكم جدا جدا، اعملوا شير كتير لاي حد تعرفون برج السرطان محتاج يسمع الكلام ده. بحبكم قوي يا برج السرطان، ثانك يو، باي باي، بتمنى لكم السعاده، احذروا العين.